الدور ديال التباريه هو دور يعني فريد من نوعه، جديد عليا حتى انا. قمت فيه بواحد المجهود باش نأديه الطريقه اللي بان ليا خاصني يتأدى بها، وانا فرحانه بزاف بالصدى اللي تلقى. ما كنتش متوقعه هاد النجاح اللي غادي ياخذ الدور ديال التباريه عند الناس، والحمد لله الارتيست اللي كيشتغل على شي اي عمل وكيلقى واحد النجاح كيحس واحد الارتياح واحد الفخر. تباريا ما نهضرش على لا سويت ديالها كيفاش غادي تطور الامور ديالها، نخليكم تكتشفوها. ولكن المسلسل ككل مسلسل رائع، والحمد لله الناس كاملين قبل كاع ما يشوفوا المسلسل غير من لابوندانوس شافوا لا كاليتي ديما، شافوا الموضوع، شافوا لي كوميديان اللي فيه، يعني وتشوقوا بزاف باش انهم يشوفوا المسلسل. ومن تفرجوا في الحلقات الاولى مازال متشوقين باش يعرفوا لا سويت، دونك هذه شي حاجه زوينه وانا فرحانه بزاف انني شاركت فيه. والمسلسل قلت لك ككل تعالج واحد الموضوع اللي يعني حتى شي مسلسل اخر مغربي ما تطرق عليه من قبل، وتعالج تكشف الخبايا ديال هاد لو موند هذا ديال التسعايت اللي حد الان في المسلسل. يعني مازال ما عرفناش شكون هو هذاك الشخصيه، شكون هي، دونك غادي نخلي الناس يكتشفوها. ما نهضرش عليها. وي، ولكن انا ما كنتش زعما باغا نخرج حتى شي تصريح باش نخليو نيت حنا كامل الطاقم اتفقنا باش اننا واخا نضت هذيك الضجه على ديك اللقطه في اشهار المسلسل، ما بغيناش نوضحوا حتى شي حاجه باش نخليو المشاهدين هما يكتشفوا الامور باش المره الجايه ما يبقاوش يحكموا قبل الوقت. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.